خلونا نكمل كلامنا بعد إذن حضراتكم على مراسم التنصيب التاريخية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والخطاب الذي يحمل القسم باستكمال البناء. يا سادة كرام، مصر زي ما كنت بقول لكم كلنا دون أي استثناء بدأنا المشوار وهنكمله بأمر الله سوا، مهما كانت اختلافاتنا في وجهات. الحوار الوطني معمول عشان نختلف وجهات النظر ونتفق على وجهات نظر أخرى ونجد أرضيات مشتركة ونكمل المشوار بتاعنا لأجل جمهورية جديدة. معانا على التليفون سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. أهلا 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 يا فندم. أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ إزاي الصحة يا فندم؟ كله تمام؟ الله يخليك. كيف رأى المستشار محمود فوزي هذا اليوم؟ الحقيقة أنا كنت سعيد جدا. اليوم كان منظم إجراء دستوري وفقا للإجراءات البرلمانية المعتادة. السيد الرئيس يعني يستهل مدته الرئاسية الجديدة بأداء اليمين الدستورية. صحيح. من مقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة. الحقيقة أن المجلس على مستوى المبنى والشكل كان مبهر ويعني يليق فعلا بالجمهورية الجديدة. السيد رئيس مجلس النواب ألقى كلمة بعد كده، يعني بعد ما أدى السيد رئيس اليمين، السيد رئيس ألقى كلمة مطولة وضح فيها مستهدفات العمل الوطني في المرحلة المقبلة. طبعا استمعنا جميعا بهذه الكلمة بإنصات، وبعد ما الكلمة انتهت رفعت الجلسة، ثم انطلق باقي اليوم للنصب التذكاري والاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. صحيح.